كابتن احمد ناجي اي حد يتكلم عليه اللي بيشجعوا كوره في مصر، وانا راجل بقالي 60 سنه بشجع كوره، علامه من علامات اللي سجلها التاريخ في مصر بالنسبه لحراسه المرمى وتدريب حراسه المرمى وبالذات التدريب بالذات. كمان كابتن احمد ناجي ما حدش هيقدر ينكر ولا يقول ولا وما يقولش ان احمد ناجي من اكتر واحسن الناس اللي دربوا حراس المرمى على مستوى منتخب مصر. هذا الرجل اي واحد مشجع كرة في مصر، اهلي زمالك اي اتجاه، لازم يقول ان الكابتن احمد ناجي علامه من العلامات البارزه في تاريخ الكره المصريه. مدرب حراس المرمى بتقيسه بحراس المرمى اللي بيطلعه، يعني كابتن عصام الحضري يعني شوف قعد مده قد ايه، برضو كان الخارج من كابتن احمد ناجي، وبعدين كان برضو هو بيدرب شريف اكرامي، وكان بيدرب محمد الشناوي اللي هو دلوقتي الحارس الاول لمصر، هو اللي كان بيدربه في الاول، وهو اللي اسسه في الاول، ولما رجع دلوقتي وكده، وكان والفتره اللي مسك فيها في المنتخب برضو احمد ناجي. يعني كابتن احمد ناجي علامه من علامات تدريب حراس المرمى لا شك. يعني راجل كفايه انه محقق بطولات مع النادي الاهلي وبطولات مع منتخب مصر، ويعني اللي عايز اقوله له ان ربنا يوفقه ويديله زياده وزياده. بقول له ويل دان، انت راجل عملت شغل حلو قوي زمان، وربنا يوفقك وتستمر في الانجاز اللي بتعمله. يعني حراس مرمى الاهلي كان الشبكه بتاعتهم نظيفه بفضل مجهودك وخبرتك، فبنتمنى لك التوفيق يعني دائما ان شاء الله. كابتن احمد ناجي طبعا هو شاعر كبير كمان، يعني مش بس حارس مرمى كبير، وكمان انا عارف طبعا هو اللي عمل عصام الحضري. يعني عصام الحضري هو واحد من انجازاته الضخمه جدا، بتمنى له التوفيق في حياته، وان شاء الله دايما يا رب من توفيق لتوفيق ومن احسن لاحسن. يعني احب اقول للكابتن احمد ناجي هو فوق ده كله راجل شاعر وراجل مثقف، ثقافة عالية جدا، وكان له دور كبير جدا مع حراس النادي الأهلي من فترة طويلة، وهو حارس كمان برضه أنا فاكره وهو حارس. نقول له متشكرين جدا على اللي أنت عملته مع النادي الأهلي، ونتمنى منك المزيد، ونتمنى لك النجاح في كل مجال اللي أنت تختاره وتكون موجود فيه. والله كابتن أحمد ناجي هو كان بدأ بداية من نادي الترسانة أساسا، وكان الواحد بيستمتع بأدائه، بعدين لما انضم للنادي الأهلي كان له دور بارز سواء مع بقى عصام الحضري، وكان برضو في وقت إكرامي وثابت البطل، فهو وكان ليه دور برضو في منتخب مصر، فهو دور كبير جدا معروف على مدار السنوات السابقة. يعني الحقيقة كابتن أحمد ناجي من حراس المرمى المتميزين، قدم كتير للنادي الأهلي وكان مثال للانضباط، ويعني شال النادي الأهلي في فترة طويلة واستكمل دوره كمدرب، وكان ليه دور كبير في تدريب النادي الأهلي، وقدم حراس مرمى على مستوى العالي، وكان ليه دور مؤثر جدا برضو في المنتخب مع كوبر وغيره من المدربين. هو الحقيقة تاريخ كبير. يعني أقول له ربنا يوفقك، وبنشكرك على كل اللي عملته، وربنا يكتب لك كل خير إن شاء الله.